نتواصل مع هذه الانطلاقات المتتالية التي تأتينا تباعا في قلب الحدث، وشوطنا الثالث يتحرك بفئة الزمول المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ مع 8 كيلومترات التي ترافقنا في خط سيرنا مع هذا التحدي ومع هذه الشعارات التي تنهال على المركز الأول. نبدأ بالمركز الأول الواش من يفتتح الإذاعة لهجن العاصفة بقيادة سعيد بن راشد بن غدير، من يقدم الواش على المركز الأول. ذيبان يأتينا على المركز الثاني، المركز الثاني يأتينا الذيب لهجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، ونقلتنا التالية ستكون على المركز الثالث. المركز الثالث، المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد. نقترب من المركز الثالث ونتابع رداع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم لنيبي. أما المركز الرابع ذيبان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سالم بالصقعة، متواجد أيضا مضمرا ومبدعا ومسرعا إلى ناموس هذا الشوط. أما المركز الخامس يأتينا المدير لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان الهيان الصادق فضل الأمين السوداني، من يقدم أيضا هذا الاسم. نقلة تالية إلى المركز السادس، ويأتينا بعدي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة سلطان بن محمد الملعاي. النقلة التالية على المركز الثامن، المركز الثامن يتواجد فيها عزران لسمو الشيخ عبد الله بن أحمد عبد الله بن راشد المعلى بقيادة مصبح بن عبيد بن عديل العليلي. أما المركز التاسع يأتينا شعار هجن العاصفة على ظهر الشامخ والمضمر حمد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للعشرة المراكز الأولى، ولكن لم تنتهي المسافة الطويلة المقررة لهذا التحدي 8 كيلومترات، نحن نتابعها ونراقبها. أيضا انتهينا تقريبا من 2 كيلومتر ونعود إلى المقدمة لنتابع الواش، وهو مفتتح الإذاعة وما زال محافظ على هذا الموقع بشعار هجن العاصفة. وسعيد بن راشد ابن غدير من يقدم هذا الشعار إلى أول المراكز. أما المركز الثاني يأتينا رداع لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن سالم لنيبي، يتواصل أيضا إلى المركز الثاني. أما المركز الثالث الذيب لهجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، والمركز الرابع بعدي ونبغي نقول بعدي نعم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم سلطان الملعاي من يقدم بعدي إلى المركز الرابع. أما المركز الخامس يأتينا ذيبان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سالم بالصقعة مع التضمير. أشوف وأرى أيضا وأتابع المركز السابع، المركز السابع يأتينا عزران لسمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلى بقيادة مصبح بن عديل العليلي. والمركز أشوف وأرى المركز الله مركز بعد مركز، وفي مراكز تتقدم المدير يتقدم المدير، ناوي أن يكون بالفعل مدير على الشوط لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان الصادق فضل الأمين، من يقدم المدير ويرفعه إلى المركز الخامس. أما المركز السادس أرى أيضا هناك ذيبان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سالم بالصقعة، نتأخر إلى المركز السابع. وسابع المراكز يأتينا عزران لسمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلى بقيادة مصبح بن عديل العليلي. المركز الثامن الشامخ لهجن العاصفة، وحمد بن راشد بن غدير مع الشامخ في المركز الثامن. أما المركز التاسع الذيب والخطورة القادمة بتأتينا من الذيب في اللحظات الأخيرة، يبغي متابعة، حطوا بين قوسين
الحسين وشاهد والذيب وهو الآن في المركز التاسع لهجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير أيضا يتابعه. أما المركز العاشر صوغان الاسم الشيخ حمدان بن محمد الراهد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري مع التضمير. ياهي مجموعتين صارت عندنا، صارت عندنا مجموعتين. هذه المجموعة الأولى اللي تشاهدونها على شاشة التلفزيون وضعناها على مسامعكم، والمجموعة الثانية شوفوا شوفوا يا سلام، سيل جارب قادم بالمجموعة الثانية، أكثر من 20 بعير في المجموعة الثانية، ولكن هوين منفصلات انفصال تام، تقريبا فارق 200 متر أو أكثر. نحن بنبقى عند المقدمة وعند الواش اللي ما زال يصارع، اللي ما زال يوشوش على الشوط، اللي ما زال محتفظ بالمقدمة لهجن العاصفة. سعيد بن راشد بن غدير من يقدم الواش إلى أول المراكز، وما زال يعني يتقدم إلى المركز الأول. أما المركز الثاني يأتينا رداع لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. سعيد بن سالم الينيبي من يقدم لنا رداع أيضا في دائرة التحدي والخطورة. المدير يأتينا على المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين السوداني الذي يتابع أيضا في حلة وترحاله. المركز الرابع يأتينا الذيب لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي مع أيضا الذيب في المركز الرابع. والمركز الخامس الذيب وصلنا ذيب آخر أيضا، ذيب العاصفة وصل إلى المركز الخامس لسيدي سمو الشيخ دام بن محمد راهد المكتوم. وسعيد بن راشد بن غدير من يتابع أيضا ويراقب المقدمة، يراقب المسافات المتبقية في عمر هذا 8 كيلومترات. نتابع ونراقب أيضا الوصول من قبل عزران لسمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلم صبح بن عديل العليلي من يرسل عزران أيضا إلى المواجهة الكبرى. ياكم المسافري يرقص وسالم صوغان وصل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد المكتوم. عبد الله بن سالم المسافري يقتحم المراكز الاولى بقوه صوغان. صوغان نعم قولوا فعل، يصارع ويقاتل ايضا السلالات القويه، هو ايضا من سلاله قويه. ناخذ المركز السابع الشامخ لهجن العاصفه حمد بن راشد بن غدير من يقدم لنا ايضا الشامخ في هذا الصراع. انتظروا المزيد، اوعدكم وعد في هذا الشوط انها بتكون معركة كبيرة من خلال تقارب الشعارات. شاهد يلي بتشاهد وراقب، نعم تابعوا. نتابع نحن المركز الثامن، المدير في المركز الثامن لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الامين السوداني. اما المركز التاسع ذيبان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سالم بالصقعة من يقدم لنا أيضا ذيبان. أما المركز العاشر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة سلطان الملعاي الذي يقدم أبعد هذه العشرة. والمجموعة الثانية بدوا يا سلوم شوفوا اللي جاي يرقص، شوفوا اللي جاي في المركز 12 و11. يا الله كيف مشكلات خطورة على الناموس، ركز يا مصورنا، ركز خذ لنا 11 و12. شوف كيف يا اياتي شكل دبل اشاره، فتحوا لهن المجال لانهن نعم بالخطوره القادمه، ولكن ما وصلن عالم الاذاعه. نحن بنتابع المقدمه، بنتابع الواش اللي في المقدمه لهجن العاصفه. سعيد بن راشد بن غدير ما زال محتفظ بالمركز الاول مع الواش في الصداره وفي القوه وفي الاداره. نعم ناوي على المركز الاول من البدايه، وهو مسيطر سيطره ميدانيه على الوضع، متربع على عرش المركز الاول. أما المركز الثاني الذي يأتينا رداع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب، نعم رداع وسعيد بن سالم لينيبي. المركز الثالث لهجن العاصفة لمسافري قادم مع صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب. عبد الله بن سالم لمسافري من يقدم صوغان أيضا إلى المركز الرابع. المركز الخامس هذا اللي حذرناكم عنه كان في المركز 12، وصل الآن سلهود لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. احمد بن سلطان بن رشيد من يقدم لنا ايضا سلهود في اللحظات الاخيره. الله
اوه الله 1-0 وانهدت الهجن طوفان هجن الدوار تنعد فوق 30 يا سلام يا سلام اكثر عن 30 بعيد يشاركنا في هذا الشوط الحساس الشوط الرئيسي ولكن الواش رافض الاستسلام الى هذه اللحظات حدنا يرن زرنا ما حننا ولكن لنا الحين ما رامن يرد عن طريقه ابدا مسيطر بشعار هجن العاصفه ولكن المفاجاه القدوم الصغان اسمه الشيخ حمدان بن محمد يا عم المسافري نعم يلا يا المسافري سافر يا المسافري سافر 1400 متر تفصلنا عن خط النهايه ولكن سلهود لكلام ثاني يتكلم بلغه صغانيه يتكلم بلغه قويه نعم سلهود غادم اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد من يتابع ايضا في هذا العرض الرائع في هذا التحدي الثلاثة على المقدمة الواش وصوغان وسلهود ولكن الواش ما ينسحب الواش قولوا فعل نعم ينتظر الاوامر جاهز للاوامر ولكن يعدي والله انه عدى طاف المسافري طاف وحل في المركز الاول الواش ينتظر الاوامر الواش ما يتى اوامر الى هذه اللحظات ما يتى الاوامر بالإقلاع يقترب أيضا سلهود اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد الرابع عالي يبغي العلا يا سلام اسمه الشيخ محمد بن ذياب السيفان الهيال الصادق فضل الامير السوداني الذيب غادم لهجن العاصفه اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن راشد بن غدير وين طلع الذيب عن ناموس يا سلام ولكن الواش على المقدمه الواش والذيب وعالي في صراع مستمر الذيب لي حذرتكم منه يوم كان في المركز العاشر قلت لكم هذا هو يبغي مراقبه صاحب الشوط وصل الان ولكن الواش مرافض رافض الاستسلام الذيب بالمتابعه الذيب يساند الواش في هذه المعركة الحساسة في هذا الشوط الأول ولكن هناك عالي أيضا لكلام ثاني اسمه الشيخ محمد بن ذياب السيفان الهيال على المقدمة وين الناموس وين الواش وين الواش الذيب الواش والذيب الناموس إلى الذيب وين الذيب وين طلع الذيب يا ذيب أشكرك من ذيب رشحناك وفزت بالمركز الأول تهانينا لهجن العاصفة المركز الثاني لهجن العاصفة الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الرابع لسمو الشيخ محمد بن ذياب سيوان الهيال المركز الخامس أنا المدير لهجن أو لسمو الشيخ محمد بن ذياب سيوان الهيال هذه النتيجة وهذا هو الذيب مثل ما توقعنا أنه يأخذ المركز الأول ب 13 دقيقة 15 ثانية 8 أجزاء من ثانية تهانينا لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة السيد اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والمضمر حمد بن راشد بن غدي المركز الثاني وصل للواش لهجن العاصفة تهانينا ايضا لسعيد بن راشد بن غدير توقيت الزمن 13 دقيقه 15 ثانيه 8 اجزاء من الثانيه تهانينا والف مبروك المركز الثالث كان من نصيب سلهود اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بالتوقيت الزمن 13 دقيقه 16 ثانيه 2 اجزاء من الثانيه تهانينا والناموس للجميع هكذا تتواصل انطلاقات اشواطنا ونجدد بكم اللقاء الى حضراتكم مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المساء الجميل وانطلاق